لو الحكاية فيها إن فيديو يعني في مشاكل حتى هذه اللحظة مع خناقات كبار خناقات على طبعا السوق ما أنا سامع في السوق يعني هو أسلوبك وشكلك بالظبط ومدى حبك لشخصيتك اللي هتبقى هو ده اللي موصل إن شاء الله اكتبني في آخر التتر بس أنت حطيني قدام الكاميرا أنا هوصل اللي أنت عايزه للجمهور ده اللي يهمني كان في فيلم اسمه طريق الشيطان ده فريد شوقي ورشدي أباظة مش عارف شفته ولا لا ده انتاج فريد شوقي انتاج فريد شوقي وشوف هما كانوا الاثنين كان ده كان في الستينات وتصور لما طلع التتر انا هو قال افلام فريد شوقي فطبعا طبيعي جدا ان اللي يطلع اللي هو طريق الشيطان كذا او فريد شوقي في كذا لا ده الشطاره اللي ما يعملش كده رشدي أباظة في كذا والله العظيم شاطر رشدي أباظة في كذا وفي الاخر فريد شوقي مع ان في الفتره دي كان فريد شوقي اعلى بس هو شاطر لكن دلوقتي يجي يقول لك ولا واحد يا باشا ده خناقات دلوقتي وفي العقود بتتكتب و... اقول لها انا دايما لما حد يقول لي الكلمه دي اقول له الجمهور ما عندوش تتر في محبه الناس ما عندوش تتر داخلي يعني انا مش بوزع الناس حبا حسب التتر اللي بشوفه انا بحب الراجل لما بشوفه في المشهد كده انا كفايه عندي ان حد يبعت لي يقول لي احنا بنشوفك ما بنحسش انك بتمثل شكرا انا مش عايز اخد من دي يعني الناس بتقول يعني دايما تعليقات الناس اكتر تعليقات بتجيلي حابين الكاركتر ولا حاجه بس تعليقات عليا انا ان الناس تقول احنا بنشوفك ما بنحسش انت بتمثل بنحس الدنيا واصله لنا كده مش عايز اكتر من كده انت كفنان مش عايز اكتر من كده ولا فارق لك بقى تقول هي محبه الناس او جمهور وان الناس تبقى حساك قوي كده ويبقوا بيقولوا لك ان ما بنحسش انك يعني كلامك وصل لنا انت مش عايز ما هو دي رسالتك انت بتاخد ورق تحوله لرساله بتنقلها للجمهور فهي دي رسالتك فده ده واصل للناس طب انت عايز اكتر من كده ايه مش غلكش بقى اي حاجه ثانيه يعني بس لما احنا كنا بنتكلم قبل ما نصور فكنت بقول ان انت عينك على السينما يعني في اكتر من جمله انت قلت السينما الفتره اللي جايه سينما ان شاء الله فانت شايف نفسك بعد سنتين فين؟ سؤال صعب ده بص انا مش مبقاش راسمها قوي كده يعني انا ما عنديش خطط يعني طبعا بحاطط خطه داخليه كده لنفسي يعني بلان لكن ما بتبقاش محكمه قوي كده ان هو كمان سنتين فين لكن اللي عايز اقوله يعني او اللي انا حاطه لنفسي شايف نفسي ما اعرفش بقى كمان سنتين ولا كمان قد ايه بالظبط بتاعت ربنا يعني ان ينسب الي وجودي في العمل مش على راس العمل واتيفر يعني بس وجودي في العمل ان الناس تبقى عارفه ان طارق في الفيلم ده او طارق في المسلسل ده مستنيين طيب تعالوا بقى نستنى نشوف طارق هيقدم لنا ايه محترم السنه دي بس وده ده كان دراما هذه الجمله هذه الجمله تكفين ان الناس مش عارفه ان انا الراجل ده بيقدم فن محترم مش محترم يعني شخصيه محترمه ما اقصدش كده فن محترم يعني لما قدمت غازي السنه اللي فاتت بتاع ستات وبيصور مراتاته ومعاه عشان يتزهم انت ما شفتش مشهد في حاجه تضايقك ما شفتش كلمه مع ان المسلسل تقدر كان المسلسل فيه في مساحه ان انت تقدر تاخد راحتك على الاخر انا ما عملتش كده مع ان غازي ده يعمل ما يعمل لكن كرهتك فيه جدا وبقيت انت كاره غازي وشايف قد ايه الوقت عباد من غير ما اذيك ومن غير ما اخليك تبقى مكسوف وانت قاعد مع عيالك او مراتك مفيش كلمه ولا في ايحاء ولا بيبص لواحده بصه مش عارف ايه ولا بيخبطها مش عارف فين ولا الحاجات اللي بنشوفها بمناسبه الكلمات رمضان السنه دي مليان بص انا ما بفرجش ما تحكمش بقى عليا لان انا سمعت ما بلحقش يعني احنا عندنا لسه تصوير يعني طبعا بشوف المسلسلات بتاعتنا اشوف ولي العهد وبشوف اوراق التوت وبشوف استاذ ورئيس قسم بس مش في ميعادهم حتى يعني ساعات بشوفهم على اليوتيوب او على البتاع لكن مش لاحق اشوف حاجات ثانيه يعني سمع عن بعد البدايه ان هو عامل شغل حلو مع الناس سمع عن حواري بوخارست كان في اول رمضان استكام عن تحت السيطره يعني سمع حاجات كتير عن لهفه بس ما شفتش فمش عايز احكم لكن بعد رمضان بشوف حلو يعني دايما انا كل سنه كده السنه اللي فاتت مثلا شفت مسلسلين انا كنت فيهم كنت مركز معاهم اشوفهم ورد فعل الناس بعد رمضان عرفت اتفرج على كذا حاجه كانت عجباني يعني شفت سجن النساء شفت الوصايا يعني عرفت اشوف الحاجه اللي مش عارف اشوفها بس بعد رمضان تيجي بقى على ميعاد احسن وبيبقى اليوم بتاعك فبتعرف تتفرج
لكن مش هقدر اقول لك. سمعت ان انت بتقوله ان في الفاظ كتير في مسلسلات كتير، بس طبعا مش عندنا يعني، مفيش حاجه الحمد لله في ولي العهد ولا في استاذ ورئيس قسم، مفيش الكلام ده طبعا. لكن مش عارف في انهي مسلسلات يعني، سمعت طبعا عن مسلسلات بس ما اعرفش بقت موضه ولا ايه. انا ضد الموضوع ده جدا، والناس اللي بتقول لك اصل احنا بنقول الواقع، طب ما اجيب واحد قاعد في الحمام، ما ده واقع يعني. حد يقول الكلمه دي بيستفزني جدا، ما في ناس بتقولها وهو مش يعني، بس في ناس كتير في المهنه دي للاسف، مش عشان خريج معهد او مش خريج، ما مش اقصد ده، بس يعني ايه، فاهمين الفن من منطقه عجيبه كده، اللي هو كل ما يبقى صادم واثر في اللاعب بيتفرج فهو كده فنان اكتر. هو ده مش الفن خالص يعني. الفن انك تشوف حاجه فتعرف ان الراجل ده يعني بيسم. هو انت عمرك سمعت يعني الفن ده بيتقال على ايه؟ بيتقال على الممثل، على الراقص، على الميوزيشن، على الموسيقار اللي بيعزف مقطوع، على الرسام، على المعماري، دول كلهم فنانين. فن العمارة، فن الموسيقى، فن الرسم، فن النحت، فن التمثيل، صح؟ الكاتب، فن الكتابة. انت عمرك شفت مثلا حد في العمارة عامل حاجة إباحية فانت تقول عليها الله؟ عمرك سمعت مثلا حاجة في المزيكا تيت صوت غبي كده في ودنك، فلما ودنك تتخرم مثلا فتقول الله؟ هو ده الفن، انت بتعمل حاجة اللي بتتزوغ بها الجمال اللي ربنا خلقه لك داخليا، فعرفت تعبر بيه على قطعة منحوتة على على على. فانا شايف ان انت ما تهربش من الواقع، عندك قرف في المجتمع تقدمه، بس من غير ما تبقى مسف، من غير ما تدي جرعة للناس تخلي اللي مش شايف القرف يشوفه ويبدأ يسمعه ويبدأ يشوف ده ايه، ويبدأ يسأل عياله في المدرسة وزمايله في النادي. يعني انا شايف في تفاصيل كتير قوي، مش في رمضان ده بس، في قبل كده يمكن هي زي ده في رمضان، تفاصيل عن حاجات وناس بتتكلم في تفاصيل عن عادات سلوكية ناس بتعملها في الحياة بتفاصيل قوي. ليه؟ انا مش شايف ليها معنى. انا اقدر دلوقتي اخش بواحدة هنا جوه واقفل الباب، فقفلت الباب دي على الكاميرا ورحت الشوط تاني مثلا في حتة تانية، انا فهمت ان حصل علاقة جنسية هنا بدون مأذيك، والعيال الصغير اللي بيتفرج مش هيفهم، والست كبيره والدتي اللي قاعده مش هتتكسف. فاحنا كل الناس شافت، وممكن افتح الباب واجيب واحد على واحده وبيعملوا مش عارف ايه وبتاع، وعشان اوصل لك نفس المعنى. طب ليه؟ عشان ده واقع. طب ما يبقى الافلام الاباحيه اللي بره واقع، يبقى هم فن، يبقى ده فن. لا، انت عندك الفن ليه مقاييس مش تقاليد بس، عندك حاجات بتحكمك، ثقافة، انت عايز ايه من الرسالة دي، انت عايز توصل ايه. ما هو ده الفن، رسالة. الناس دي فاهمة الجملة دي وبتحفظها وبترددها وما بتعديش حنجرتها، ما بتعديش على قلوبها. ليه؟ لان مش فاهمينها. الفن رسالة يعني ايه؟ يعني بوصل في مرسل اليه وفي راسل، ما هي دي الرسالة. الراسل عايز يوصل للمرسل اليه اللي هو الجمهور. انت هتوصل له ايه؟ عايز يطلع من المسلسل ده يفهم ان الخير بينتصر، عايز يطلع من المسلسل ده يفهم ان الفساد ما بيعمش، ان اللي بيمشي ورا مش عارف ايه بيحصل فيه ايه. فانت في رساله، انت هتحط حاجه فيها الفاظ، ايه الرساله من ورا الالفاظ؟ لا عشان الواد بيسمعه في الشارع، اوكي انا معاك. ايه بقى الرساله؟ هيسكت، مفيش رساله، ما احطش الفاظ. فانا ضد ده جدا. انا ما شفتش مسلسلات، ما اعرفش يعني، سمعت زيك كده، شفت اللقطه يعني، انت يمكن شفت، بس انا سمعت على مسلسلات معينه فيها وبتاع، فبقيت ليه يعني مسلسلات وبرامج ليه ما لهاش لازمه؟ لان في عيال كتير قوي بتتفرج. انا بقعد مع واحد صاحبي لاقي بيقول لي بنته بتساله، بتقول له في المسلسل الفلاني بيعملوا كذا كذا كذا، هو ده ايه؟ طب ما هي دلوقتي هي في مدرسه امريكان، فممكن اللي اكبر منها بسنتين ثلاثه، للاسف في تسايف في بعض المدارس، تلاقيه مثلا بيشرب حاجه وهي شايفاها في مسلسل 30 حلقه بنتكلم على شرب مثلا خمره مثلا يعني مثلا. طب ما هي مش هتقول طب اقلد؟ من باب التقليد حتى اكتشف فضول. فمش لازم افوت في تفاصيل يعني، مش لازم افوت في تفاصيل. انا اقدر اقول الرساله من غير ما افوت في تفاصيل، مش لازم ابقى صادم واقول ان ده الفن هو كشف المستور. لا، هو مش كشف المستور خالص. الفن احنا بنشوف افلام امريكا اللي هم يعني ما عندهمش حدود لاي حاجه، بيطلعوا لنا احسن ما عندهم، احسن سلاح واحسن تقدم تكنولوجي واحسن مش عارف ايه، وعندهم انشط بيبقى لافظين وبيبقوا عريانين من فوقهم لتحتهم، لانهم ما عندهمش قيم موازعه ان ده غلط. انت عندك هنا قيم،
فما تبوظش بقى ثقافه الولاد يعني ما تبوظش. في عندك عيال وفي ستات كبار وفي ناس كتيره وفي رجاله نفسها بتتاذي من الالفاظ. انا ضده تماما تماما تماما. يعني ندخل بقى على ورق التوت اخر حاجه. ندخل على ورق العنب. ايوه انا واحد قال لي ايه ورق العنب؟ قلت له ورق التوت. قال لي ايوه ايه ورق التوت؟ بس عجبني قوي الاسم بتاع ورق العنب. لا ورق التوت اه طبعا. شخصيه راسين اه. هو مسلسل اوراق التوت هو عن مجموعه قصصيه اللي اسمها ابن احمد للمؤلف دكتور ماجد العبيد. هو ممثل وكاتب سعودي ومعانا هو في المسلسل بيعمل حتى دور في المسلسل مازلة. عمل السيناريو والحوار ايمن سلامه طبعا الرائع اللي عامل مريم السنه دي طبعا. كل سنه بيطلع علينا ايمن بحاجه احسن من اللي قبليها. اخراج دكتور هاني اسماعيل. ترشحت من قبل الدكتور هاني وهو كان استاذي في المعهد اصلا. درس لي مرتين في معهد في المسرحيه وطلبني للمسلسل ورحت وقعدت معاهم. مسلسل باللغه العربيه فانتازيا. انا بالنسبه لي مش عارف هتصدقني ولا لا، انا اكتر كواليس واكتر شغل بالنسبه لي كنت مستمتع بيه جدا هو اوراق التوت. مع احترامي يعني مش عايز حد يزعل، بس مش عشان كواليس يعني عشان الناس، بس انا مبسوط جدا لانه فكرني بايام المسرح في المعهد. الملابس والازياء بتتكلم بلغه عربيه واللغه العربيه حلوه جدا يعني. انت لما تكون شاطر فيها وبتحبها يليها على الودن. في كلام ما يتقالش غير باللغه العربيه يوصل بهذا المعنى. قويه جدا وتحسسك بكل كلمه ليها معنى وتديك تقل. وبعدين مسلسل ديني ومدي رساله دينيه وبيتكلم عن دخول الاسلام الهند. فانت حاسس انك بتعمل حاجه كده رساله بقى صرف، ما فيهاش بقى يعني ايه، ما فيهاش كوميرشال على ان انت بتقدم رساله على ان انت عايز تبقى نجم ومشهور ما فيهاش تفاصيل كتير. لا انت داخل مسلسل عارف ان انت بتقدم من ده ايه، مسلسل ديني. هتمثل هيتشاف وهتعمل لك سوكسي كممثل ومدان اوكي هتشتغل، بس العنوان الرئيسي انت بتعمل مسلسل ديني وعارف انه مش هياخد مشاهده. اكيد مسلسلات الدينيه مش هتاخد مشاهدات زي المسلسلات العاديه، فانت من دايما عارف ده، لكن مبسوط جدا بالتجربه. حاسس انك بتعمل حاجه هادفه في وسط هذا الكم، مش هنقول حاجات وحشه بس الناس دي كلها بتلعب في ملعب والتراك ده ملعب تاني خالص. فكنت سعيد بيه جدا. الشخصيه بتاعتي شخصيه ثريه جدا. هو قائد في احد الامبراطورات في الهند وقوي جدا وحازم جدا وشخصيه ثريه في حته بعيد عني. ما تقليش ان انا هلعبها تاني يعني. شخصيه من الشخصيات بيجي كل فتره يعني، مش اي حد يجي له مسلسل تاريخي او ديني. فبقيت مبسوط قوي وفيها تويستات. اغلب شغلي مع الاستاذ يوسف شعبان، فده بالنسبه لي كان حدث كبير جدا ان انت تشتغل معاه. هو المفروض عمي اسمه الامبراطور ديوسيوس وانا اللي ماسك قائد الجيش لهذه الامبراطوريه، وبنته صفاء سلطان الممثله الهايله اللي كانت معانا في امراض نسا من ممثلات الهايلين في الوطن العربي يعني. عملنا تريو كده احنا الثلاثه انا وصوت بيه قوي. مسلسل هيعجب الناس جدا. هو بيتذاع دلوقتي على التلفزيون المصري والتلفزيون السعودي بعد رمضان على طول اظن هينزل على دبي وام بي سي مصر. يعني بطلب من الناس انهم يشوفوه. مقدم رساله حلوه قوي عن دخول طبيب مسلم الهند في وقت فيه حروب وبيعبدوا الالهه كلهم. طبيب ده اللي هو كمال ابو ريا اللي هو ابن احمد اللي هو المفروض على اسمه يعني. بس هايل جدا. هو صديقي على المستوى الشخصي انا بحبه جدا كمال، وعامل الدور تحب تتفرج على ابن احمد وتتعلم منه تعاليم الاسلام. هو دخل الاسلام الهند بمنتهى السماحه عشان كل الناس بقى اللي بتتكلم عن الاسلام بحد السيف والكلام الهبل اللي احنا بنسمعه ده. دخول الاسلام في منطقه شرسه جدا، في حروب ما بين امبراطوريتين اللي هي صابرين اللي هي ليلانتا وديوسيوس اللي هو يوسف شعبان، وفي انا قائد جيش وانا قائد الجيش هنا، وفي بيننا حرب طاحنه بقى لها مئات السنين، وفي خيانه والوزير من هنا بيجي عندنا. طبعا انا كده مش بحرقه لان هو اوريدي يعني ده اتذاع يعني، اللي هو مازلة اللي هو ماجد العبيد الممثل السعودي بيجي عندنا الإمبراطورية علشان يدينا كل مفاتيح هذه الإمبراطورية، وفي خيانة عظمى ما بين الاثنين وفي دماء بحور من الدماء، بيحصل تويستات في الشخصية عندي رهيبة في أواخر المسلسل.
يجي الراجل ده بالصدفه البحثه جاي يجيب دواء للخليفه الاسلامي, بتغرق المركب, بينزل هو وعيلته في الهند, بتستضيفه صابرين, بيبدا بس بالمشوره, مش هو مش رايح ينشر دين الاسلام, بس بالمشوره وبتعليم الاسلام اللي هي في المواقف دلوقتي, فلان عمل كذا نعمل ايه, فدين الاسلام بيقول نعمل كذا كذا كذا, فبالمشوره في المعامله في الحياه اللي احنا بنتكلم فيه, ان الدين معامله, ان الدين اطبقه, الدين تطبيق اطبقه في علاقاتي, هو بيعمل كده, بتطبق هي الدين في الناس كلها بتخش دين الاسلام. مسلسل هادف جدا, اتمنى ان الناس تتابعه بعد رمضان, لان في رساله عظيمه قوي. هو مش حاجه تاريخيه حصلت على فكره, هو ده من تاليف المؤلف يعني الكاتب, بس هي بتقدم رساله ان ادي الاسلام اهو, وادي دخل في وسط ناس كفره يعني.